السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. مرحبا بكم في قناتكم وقناة نوال أم البنات مع وصفة جديدة وفيديو جديد. وصفتنا اليوم عبارة عن الكيك بالجزر، كتجي لذيذة أحسن مع تجربو وأحسن مع تذوقو. كتجي لذيذة وإسفنجية بواحد الصلصة أو بواحد الكلاصاج اللي هو سهل وسهلة في التحضير ديالها. انا متيقنه الا جربتوها عتنا الاعجاب ديالكم فضلا وليس امرا. الا عجبكم فيديو ديال اليوم وعجبكم محتوى ديال الفيديو من طبيعه الحال ما تنساوش تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس وتدعمونا بلايك باش هكا دائما توصلوا بجديد وصفاتي. بسم الله على بركه الله. ندوزوا المكونات وطريقه التحضير في نفس الوقت. فاول حاجه كناخذوا خلاط الكهربائي، كنضيفوا فيه ثلاثه الحبات من البيض، يكونوا من الحجم الكبير ويكونوا بدرجة الحرارة المطبخ. كنزيد عليهم كأس من السكر حبيبات، كنزيد عليهم كأس من الجزر، كنحكوا الجزر في الحكاكة رقيقة وكناخدو منه كأس. كنزيد عليهم كأس من الزيت مع قليل من الملح وصاشي من الفاني. كنخلطوا هاد المكونات بالخلاط الكهربائي حتى نتاكدوا بلي ان الجزر طاح لينا مزيان. ضروري ان الجزر يكون مطحون. من بعد ما طحنت المكونات مزيان مزيان، كما كتلاحظوا معايا كيرجع عندي الخليط سائل، كنجيبوا اناء ونصبوا فيه هاد الخليط. من بعد ما كنصب الخليط في الاناء، كنزيد عليهم النواشف اللي غنحتاجو جوج كيسان ونص من الدقيق اللي كنبقاو نضيفوه تدريجيا، مع جوج اكياس من خميرات الحلويات. كنضيفو في الاول كاس من الدقيق مع جوج اكياس من خميرات الحلويات. ضروري اننا ندوزوهم في المصفات باش هكا كنتاكدو بلي ان التكتلات ديال الدقيق ما كيهبطوش لينا مع الخليط. كندخلو هاد الكميه ديال الدقيق وجوج اكياس من خميرات الحلويات، كل كيس كيوزن لينا 8 غرام يعني 16 غرام في جوج اكياس. كنزيد عليهم كأس تاني من الدقيق بنفس الطريقة. ضروري أننا نبقاو ندوزو الدقيق ديالنا في المصفات. من بعد ما دخلت كأس تاني، كنزيدو في هاد الأثناء كنزيدو نصف كأس من الدقيق، كما قلت لكم ما يعادل جوج كيسان ونص من الدقيق. كندخلو هاد الكمية ديال الدقيق بهاد الطريقة كما كتلاحظو. في هاد الأثناء كنجيبو المول اللي كندهنوه جيدا من الزبدة. ضروري انكم تدهنوه بالزبده من الجوانب ومن الاسفل ونرشوه بقليل من الدقيق. من بعد كنجيبوا الخليط، من بعد ما دخلنا فيه الدقيق كنجيبوا الخليط ديال الكيك ونصبوه في هذا الاناء اللي كيدخل الفرن. انتما كنهزوا يدينا الفوق وحنا كنصبوا في الخليط ديال الكيك باش هكا كيجينا الكيك ديالنا خفيف. في هاد الاثناء كنستويو الخليط ديال الكيك في المول وكندخلوه للفران. العافيه كتكون من الاسفل. كندخلو الكيك ديالنا للفران، عاد كنشعلو عليه الفران ونخليوه يطيب على خاطر مده 35 دقيقه اللي دوز ليا في الفران. نتوما على حسب حتى تشموا رائحه ديال الكيك بلي انه طاب. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما كيطيب لينا الكيك. كنحيدوه من الفران وناخذو سابيته، كناخذو سابيته ونغطيو ونخليو حتى يرجع عليه الهواء باش هكا كنلقاو الكيك ديالنا خفيفه البنات وكيبقى رطب. من بعد كنجيبو اناء ديال التقديم. انتما كتلاحظوا معايا الكيك خفيفه البنات، كيجي اسفنجي غير جابوه وما تندموش عليه نهائيا. كنجيبو اناء ديال التقديم ونحيدو فيه الكيك بهذه الطريقه. كنقلبو بالنسبه للطريقه باش طاب الكيك في الفرن هو اللي كنحطو في الاناء ديال التقديم. في هذه الاثناء كنجيبو زلافه صغيره كنضيفو فيها 12 قطعه من الشوكولاط اسود مع معلقه تكون صغيره مملوءه جيدا من زيت نباتيه. كنضيفوهم في حمام مائي حتى يذوب لينا الشوكولاط. من بعد ما ذاب ليا الشوكولاط كما لاحظتوا معايا، كنزيد عليه علبه من ياغورت طبيعي بدون سكر. طريقة ديال الكلاصاج البنات راه ساهله. كما قلت لكم كناخذوا 12 قطعه من الشوكولاط اسود مع معلقه من الزيت، كنحطوهم فوق حمام مائي، نخليوهم حتى يذوب لينا الشوكولاط. ومن بعد كنزيدوا عليه علبه من ياغورت طبيعي بدون سكر مع معلقه تكون كبيره مملوءه جيدا من العسل. كنخلطوا هاد المكونات حتى يندمجوا ليا مع بعضهم. ضروري انكم تخلطوهم مزيان مزيان
تراجع لينا الكلاصاج، ومن هنا كنخلطو، حنا كنرجعو كلاصاج ومن هنا كنخلطو، وكيدفى لينا الخليط ديالنا، ما نضيفوش الخليط ديالنا فوق الكيك وهو سخون، ضروري انكم تخليوه حتى يدفى. هانتوما من بعد ما دفى ليا الخليط ديالي ما كتبقاش فيه درجات الحرارة مرتفعة، كنصبوه فوق الكيك ونحاولو اننا نوزعوه بهذه الطريقة، كنبقاو نضيفو كمية بكمية، وحنا كنحاولو اننا نوزعوه بمعلقة. الطريقة اللي هي سهلة، وبالنسبة لهذا الكلاصاج كيعطينا واحد البنة اللي هي زوينة بزاف في الكيك، صدقوني الا جربتو المزيج ما بين الياغور الطبيعي والشوكولات والعسل كيعطينا واحد المذاق اللي هو زوين. انتوما من بعد ما وزعت الكمية اللي عندي كلها فوق الكيك، كناخدو كاوكاو كون كاسي، كيبقى تزين على حسب الاختيار ديالكم. من بعد ما كنحمره كنزينو به من الجوانب، كما قلت لكم ممكن انكم تخليو الكيكه ديالكم بالكلاصاج بهذه الطريقه، انا فضلت انني نزينو بكاوكاو لان المزيج ما بين الكاوكاو والكلاصاج والكيك ديال الجزر كيجيو رائعين، وكيجيو في واحد المذاق اللي هو غزال. انتوما انا غنزين هكا بكاوكاو كون كاسي، كما ممكن انكم تزينو باللوز ايفيلي، كما ممكن كما قلت لكم انكم تخليو الكيك ديالكم هكا. هانتوما الشكل ديالها من بعد ما زينتها بكاوكاو كون كاسي، ها هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، كتجي رائعة لا في الشكل ولا في المذاق ديالها، صدقوني الا جربتوها عتنا الاعجاب ديالكم. بالنسبة لهذا الكيك المذاق ديالها البنات انا كنحكم لكم على المذاق، وبالنسبة لبناتي بالنسبة للوليدات الصغار هكا ما كياكلوش لينا الجزر، كنحاولوا اننا نستغلوا الجزر ونضيفوهم في هاد المكونات او في هاد الشهيوات اللي كحنا كنحضروا ليهم، صدقوني ما خلاو فيها حتى شي جزء لانها لذيذه. المزيج ديال الكلاصاج مع الجزر كتجي لذيذه بزاف، كما لاحظتوا معايا الكيكه كتجي خفيفه وكتجي اسفنجيه، كتجي رائعه، غير جربوها البنات احسن ما تذوقت ما بين الجزر والكلاصاج، كيجيو روعه روعه روعه، غير جابوها وما تندموش عليها. لما لا نقدموها لوليداتنا ولا نقدموها هكا حتى للضيوف، كتجي لذيذة وكتجي في الشكل ديالها زوينة، وكنجابوها بعينينا مغمضين. انا متيقنه الا جربتوها عتنا الاعجاب ديالكم. الا عجبكم فيديو ديال اليوم وعجبكم محتوى ديال الفيديو من طبيعة الحال، فضلا وليس امرا ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ودعمونا بلايك باش هكا دائما توصلوا بجديد وصفاتي، وما تنساوش تكتبوا لي في كومونتير الوصفات اللي بغيتوا نبقى نحط لكم في القناه او نقدمهم لكم في القناه، كتبوها لي في كومونتير، ما عليا الا انني نبقى نحضر لكم ان شاء الله الوصفات اللي نتوما باغيينهم. الى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنساوش تشاركوا حتى مع الاصدقاء ديالكم باش هكا تزيد العائله ديالنا في اليوتيوب تكبر. خليتكم على خير، الفيديو الجاي ان شاء الله، بالسلامه عليكم.